رقم زوج محمد، رقم ثلاثة ياسين، رقم أربعة سهيل، رقم خمسة علي، رقم سبعة سهيل، رقم ثمانية أمين، رقم سعود عز الدين، رقم 12 ياسين، المدرب عمر سيلا. والآن تشكيلة المقابلة الأخيرة في هذا الدوري. رقم أربعة وليد فريق من المركز الثاني. دابور il faut pas oublier que هذه الاديسيون هذه ما كانتش سهله، بحضور منتخبات قويه كمصر الامارات والسعوديه. الحمد لله كنتمناو المركز الاول، مالوغوزمون المركز الثاني حتى هو ما كان باس. سيتي با فاسيل بوغ نو صراحه، تقاتلوا الدراري داروا اللي عليهم، مي كتبقى كره القدم هي هذه. سي با غاز المره الجايه ان شاء الله كتبقى ان تورنو اميكال pour la préparation de la Coupe d'Afrique prochaine, inchallah, les responsables.